الرقصة الأخيرة، الحلقة الأولى. لما أعلن استقلال الجزائر في العام 1962، كان يتعين على كثيرين الرحيل عن البلاد، عدا الفرنسيين جنودا ومعمرين، وعدا من يعرفون بالحركيين الذين حاربوا إلى جانب فرنسا حتى لا تنال الجزائر استقلالها. لم يكن أمام أناس آخرين من الجزائريين ممن تورطوا في قضايا توضع في حكم خدمة الاستعمار غير الرحيل. كانت في جملة هؤلاء فتاة راقصة اشتهرت باسم فلفلة. كانت الفتاة الرشيقة ذات الوجه القبائلي المليح تؤثث ليالي كباريهات كثيرة في الجزائر يرتادها المعمرون وكبار ضباط قوات الاحتلال ومسؤولون فرنسيون من رتب ودرجات مختلفة. لما كانت فلفلة تعتلي الخشبة تسكن كل حركة وتتجمد العيون. كان لذلك الجسد الرشيق مفعول السحر. وعلى إيقاعات مختلفة شرقية ومحلية جزائرية كانت ترقص فلفلة لتجعل من عروضها ذروة لكل ليلة من ليالي كباريهات الجزائر. جنت فلفلة من تلك الحقبة مالا مكنها من أن تعيش حياة قريبة من حيث مستواها من حياة الفرنسيين، وكان طبيعيا أن تنسلخ الفتاة عن وسطها الجزائري، وكثيرون صنفوها في مرتبة الخونة وأعوان الاستعمار. هي كانت تعلم ذلك وكانت تعتبر نفسها فرنسية، كما تشكلت لديها قناعة بأن الجزائر ستبقى فرنسية. ولما أعلن استقلال الجزائر كانت في جملة الراحلين. استقرت فلفلة في مارسيليا، وكان كثير ممن يعرفون بالأقدام السوداء وهم الفرنسيون المولودون في الجزائر، كما كثير من الحركيين الذين حاربوا إلى جانب قوات الاستعمار ضد الثوار الجزائريين قد اتخذوا من مارسيليا مستقرا لهم. كانت الراقصة الشابة تعتبر نفسها فرنسية من فرنسيي الجزائر. لم يشفع لها إتقانها للرقص ولاقت ألوانا من الميز العنصري. بالنسبة للفرنسيين لم تكن فلفلة سوى راقصة جزائرية. وجدت نفسها في خندق واحد مع من حملوا السلاح إلى جانب قوات الاستعمار الحركيين. هي استعملت جسمها لإمتاع المحتلين وهم استعملوا سلاحهم لمؤازرة المحتلين. كانت فلفلة كما الحركيين ممنوعة من العودة إلى الجزائر، وفي مارسيليا جزائريون كثيرون من العمال والكادحين كانوا يكرهونها كما يكرهون الحركيين. في مارسيليا كانت فلة بين نارين، نار الفرنسيين الذين يكرهونها كرههم للجزائريين، ونار الجزائريين الذين يكرهونها كما يكرهون الفرنسيين وأعوانهم الحركيين. بعد استقلال الجزائر حاولت فلفلة أن تحصل على جواز سفر فرنسي، ولكنها لم تفلح في مسعاها. ضاقت بها فرنسا في رحابتها، صارت مقيمة غير شرعية في فرنسا، هي التي كانت تعتبر نفسها فرنسية. كان عليها أن تجد ملاذا أكثر أمنا. في كل الحالات كانت تريد أن تبتعد عن فرنسا وعن الفرنسيين وعن الجزائريين أيضا. في مارسيليا تتاح إمكانيات كثيرة لمن يريد الدخول في عالم الممنوعات وما هو في حكم الممنوعات، ولذلك سهل على فلفلة أن تجد من يهربها إلى مدينة ماليلية المحتلة. لم تلبث في فرنسا سوى عامين. لم تجد في ماليلية ما تبعث على المقام فيها، ولذلك تسللت إلى الناظور ومنها إلى مدينة وجدة. كان معها قدر محترم من المال مما وفرته خلال سنوات الرقص في كباريهات الجزائر قبل الاستقلال. اشترت منزلا وأودعت أحد المصارف ما بقي من ثروتها. كانت الفوائد التي يدرها عليها المبلغ تكفيها لتستجيب لمتطلبات حياتها اليومية. بالرغم مما عانته خلال السنتين اللتين قضتهما في مارسيليا، فإنها لم تفقد الكثير من نضارتها، ظلت كما كانت رشيقة، وظلت ملامحها القبائلية تعطي وجهها المستدير إضاءة خاصة. في وجدة استطاعت فلفلة أن تربط علاقات مع فرق غنائية وموسيقية نسوية. كانت ترقص في الأفراح على إيقاعات الطرب الغرناطي، ومن حين لآخر كانت ترسل جسدها على إيقاعات شرقية عميقة التعبير. اشتهرت فلفلة في وجدة وصارت تمنح أعراس وحفلات الأثرياء إيقاعا متميزا.
وجدت في تلك الأعراس والحفلات ما ذكرها بأيام الجزائر. هي في 38 وحدها تعرف حقيقة عمرها. الذين ينظرون إليها من بعيد يحسبونها شابة في 25. لم يكن لحضور فلفلة في وجدة أن يمر دون أن يستوقف اهتمام السلطات، لما كانت تكتفي بالرقص في الأعراس بالاشتراك مع جوقات نسوية كانت السلطات المغربية تغض عنها الطرف، وإن كانت تعلم أنها تقيم فوق التراب المغربي بصفة غير قانونية. ولكن فلفلة صارت تثير الانتباه بكثرة العشاق الذين تداولوها. كان يستهويها الشبان ذو الوسامة، وكانت تنصب للواحد منهم فخاخها حتى إذا اصطادته أمضت معه أسابيع وفي أحسن الحالات شهورا قليلة ثم تنبذه. أحيانا كانت تتخذ الواحد من أولئك الشبان عشيقا لبضع ليال لا أكثر، وكانت في سبيل الحصول على الأكثر وسامة من بين الشبان لا تتردد في أن تنفق ما لديها من مال. ولما فاحت رائحة مغامراتها اضطرت السلطات إلى التدخل. تم تحضير ملف متكامل لترحيلها إلى الحدود. في مرحلة ما زعمت أنها فرنسية، ولكنها لم تتمكن من الإدلاء بما يثبت توافرها على الجنسية الفرنسية، وصار الترحيل مآلا ينتظرها خلال أيام. في مفوضية الشرطة بوجدة أخذت بصماتها وعممت على كل المراكز الحدودية. صدرت مذكرة تفيد بأن السيدة فلة أعامر المعروفة بفلفلة ممنوعة من دخول التراب الوطني. في اليوم المعلوم حضرت الشرطة إلى منزل فلفلة لأخذها إلى المركز الحدودي زوجبغال. في تلك اللحظة أبلغت الضابط المكلف بالمهمة بأنها متزوجة من مواطن مغربي. كان في المنزل شاب وسيم قدم نفسه للضابط، اسمه فؤاد الجميل. تثبت وثيقة عقد النكاح أنه تزوج السيدة فلة أعامر منذ 5 أيام. كان هذا المستجد كفيلا بدفع السلطات إلى إلغاء قرار ترحيل السيدة فلفلة. هي الآن زوجة مواطن مغربي. الذي لم يكن يعرفه الكثيرون أن السيدة فلفلة لما وجدت نفسها مطوقة بقرار ترحيلها إلى الجزائر لم تجد غير الزواج من مغربي. في الحقيقة كان زواجها من فؤاد الجميل صفقة. لقد أطلقت يده في مالها، كان ما يهمه من فلفلة مالها، وكان فؤاد هذا معروفا بأنه صاحب عجائز يقبل معاشرة الواحدة منهن وقتا لقاء ما تغدقنه عليه من مال. مضت السنوات. فلفلة التي تخطت العقد 5 من عمرها صارت تحس الآن بتثاقل جسمها، لم تعد بتلك الرشاقة التي كانت عليها. واقترب فؤاد من 35 من عمره، لم يعد فقيرا كما كان، وصار يهتم أكثر بالشابات من النساء، بل إنه بدأ يفكر في الزواج. لاحظت فلفلة أن فؤاد صار يتأخر في العودة إلى البيت، بل إنه صار يتغيب أحيانا ليوم أو يومين. بدأت تشك في سلوكه، صارت تحس بأنه غدر بها، إذ كانت قد منحته تفويضا للتصرف في مالها كيف يشاء. لاحظت منذ فترة أنه سحب من حسابها مبلغا ماليا هاما، وعلمت لاحقا بوسائلها الخاصة أنه أودع ذلك المبلغ في حساب شخصي له في مؤسسة بنكية أخرى. صارت تتراءى لها الآن ملامح الخيانة. ما لم تكن تعلمه فلفلة أن فؤاد زوجها كان يعاني من سخرية أصحابه. كانوا حين يكون معهم ولأنه ينفق بسخاء يصفونه بالشهامة والكرم، وحين يدير لهم ظهره كانوا ينعتونه بزوج المومياء. المومياء الوجه المليح لفلفلة الذي كانت له إضاءات خاصة غزته الأخاديد. لم تكن طبقات المكياج التي تضعها فلفلة على وجهها لتخفي ما تفعله السنون. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. الرقصة الأخيرة، الحلقة 32. في وجدة في أواسط 60 القرن الماضي كانت فلفلة الراقصة الجزائرية تمنح أعراس الأغنياء وحفلاتهم إيقاعا خاصا. كانت بجسدها الرشيق ترسم إيقاعات الطرب الغرناطي، وكثيرا ما كانت تتحف الحضور برقص على إيقاعات شرقية. حين كانت ترقص فلفلة
كان الجميع يجمد في مكانه، كان لحركاتها مفعول السحر. ولكن فلفلة الجزائرية كانت تقيم بصفة غير قانونية في التراب المغربي. في الحقيقة كانت السلطات المحلية تغض الطرف، ولكن لما صارت المرأة تستبدل العشاق كما تغير ملابسها تدخلت السلطات. ادعت فلفلة أنها فرنسية إذ لم تكن ترغب في أن يتم ترحيلها إلى الجزائر، ولكنها لم تقدم وثيقة تثبت حصولها على الجنسية الفرنسية. تم إعداد ملف متكامل لنقلها إلى المركز الحدودي زوجبغال، ولكنها في لحظة أخيرة فاجأت الضابط المكلف بتنفيذ المهمة بأنها متزوجة من شاب مغربي. كان الشاب ويدعى فؤاد الجميل يسكن معها في البيت. أخرجت وثيقة عقد النكاح. وجدت السلطات نفسها الآن في مواجهة واقع جديد، فالسيدة فلفلة صارت الآن زوجة لمواطن مغربي ولا يجوز ترحيلها. كان فؤاد الجميل في جملة الشبان ذوي الوسامة الذين كانت فلفلة تجري وراءهم، وكان معروفا بأنه يوافق على معاشرة النساء اللواتي تقدم بهن العمر لقاء ما يحصل عليه من مال. ولما وجدت فلفلة نفسها مطوقة بقرار ترحيلها إلى الجزائر، بادرت إلى إبرام صفقة مع فؤاد الجميل، تزوجها لقاء تمكينه مما يحتاج إليه من مال. كانت السنوات تمر مسرعة، تخطت فلفلة عقدها الخامس، وصارت تحس بأنها لم تعد تلك الشابة الغضة التي تسحر الحضور في الأعراس. وكان فؤاد الجميل ينفق وينفق مما أتاحت له التصرف فيه من مال. لما بدأت تغزو وجهها الذي كان مليحا أخاديد العمر، لاحظت أن فؤاد زوجها صار يتأخر في العودة إلى البيت، ثم إنه صار يغيب يوما أو يومين. كانت تحرص على ألا تثير معه هذا الموضوع حفاظا على زواجهما. بعد فترة صار غيابه يطول أسبوعا، هي تعلم أنه ربما يغامر مع شابات. في مرة لاحظت أنه سحب من حسابها البنكي مبلغا مهما، وبوسائلها الخاصة علمت أنه أودع المبلغ في حساب خاص به في مؤسسة بنكية أخرى. طبيعي أن تساورها الشكوك الآن، ألم تمنحه تفويضا شاملا للتصرف في حسابها البنكي؟ كان فؤاد الجميل قد تخطى واقع الفقر الذي ولد فيه، ولكنه ظل يواجه سخرية أصدقائه الذين صاروا ينعتونه الآن بزوج المومياء. في السابق لم يكن يعير تهكمهم أدنى اهتمام. لما كان يعاشر العجائز وقتها كان يحاول أن يجمع أكبر قدر من المال، ولكنه الآن لم يعد فقيرا. ثم إن فلفلة التي توارت عن الأعراس والحفلات ولزمت بيتها لم تعد بتلك النضارة التي كانت عليها. صار فؤاد الجميل يفكر في الرد بطريقته الخاصة على سخرية أصدقائه. قطع على نفسه عهدا أن يخرسهم ويكمم أفواههم. هو الآن في 35 من العمر. قرر أن يبحث على فتاة تبهرهم بجمالها. بعد بضعة أسابيع تمكن من التعرف على شابة في 18. كانت جميلة كما أرادها، وكانت من عائلة فقيرة. هو لم ينس أنه ابن أسرة فقيرة. اتفق على الزواج، ولم تكن قد اشترطت عليه سوى أن يسكنها في منزل محترم في مدينتها في السعيدية. كانت لديه النية في أن يوظف ما حوله من أموال زوجته إلى حسابه الخاص في فتح دكان في سوق السعيدية لبيع المواد الغذائية المهربة من مليلية المحتلة. لما هم بالتقدم لدى عدلين لتوثيق الزواج، طلب منه أن يحضر شهادة إدارية تثبت أنه عازب، ولكنه لم يستطع إذ اعترض مقدم الحي الذي يسكنه في وجدة لعلمه بأنه متزوج من فلفلة. كان يريد الزواج من الفتاة التي اختارها، ولم يجد بدا لتحقيق ذلك من أن يطلق فلفلة. وعد الشابة بأنه سوف يعود بعد أسبوع لتوثيق زواجه منها. في وجدة قام بتطليق فلفلة، فجاءها ذات صباح عون قضائي يطرق بابها، سلمها إشعار الطلاق. كادت تجن، لم يكن قد حدث بينهما ما يستدعي الطلاق. وبينما كانت تتجرع مرارة ما اعتبرته غدرا، كان فؤاد قد عاد إلى السعيدية وبيده وثيقة إدارية تفيد بأنه مطلق.
لم يعد الآن ما يحول بينه والزواج من تلك التي اختارها. كان دوما يرى أن فلفلة جرت وراءه وبصيغة ما اشترته لنفسها. تزوج فؤاد الجميل تلك الشابة ومضيا يعدان لحفل الزفاف. غاب فؤاد أسبوعا كاملا عن فلفلة، لم تستوعب بعد أنه طلقها، ولا ترغب أن تصدق الذي حدث، لا ترغب أن تصدق أن الذي أطلقت يده فيما تملك ومنحته ما كان قد تبقى لديها من جمال ونضارة قد أدار لها ظهره ومضى. تمكنت فلفلة من أن تعرف من بعض أصدقاء فؤاد عنوان تلك التي فضلها عليها. توجهت إلى السعيدية وقد تنكرت في جلباب ووضعت على وجهها لثاما. لما وصلت إلى العنوان كانت واجهة المنزل مضاءة وكان حفل الزفاف قائما. في مدخل الزقاق صادفت واحدا من أصدقاء فؤاد كانت تعرفت إليه في وجدة، دنت منه وأماطت اللثام عن وجهها. قالت له أن يخبر فؤاد بأنها تنتظره. لم يتأخر، خرج من المنزل مسرعا، أركبها سيارته وأخذ وجهة الشاطئ. كانت ترجوه أن يعود إلى المنزل وأن يراجعها، وكان هو مصرا على أن لا يعود. لما ذكرته بما متعته فيه من مال رد بأن ما أخذه لم يكن سوى ثمن لتمتعها هي بأفضل سنوات شبابه. ساد صمت في السيارة، من بعيد كان يسمع هدير الموج. كانت مصممة على إقناعه بأنها تحبه ولا تستطيع فراقه، وحتى تغريه مرة أخرى أخرجت من حقيبتها اليدوية ظرفا. قالت له إنها بوليصة تأمين على الحياة. قالت له إنه من سيستفيد في حال وفاتها، وإنها على استعداد لتسليمه الوثيقة إن هو وافق على مراجعتها. مضت إلى أنها مستعدة للقبول بزواجه من أخرى. كان يشيح بوجهه عنها، لم يقبل. صمتت، كانت عيناها تدمعان. أدخلت يدها في حقيبتها اليدوية وأخرجت سكينا وجهت إليه طعنة على مستوى الخاصرة. لم يستطع أن يتفادى الضربة، ثم أرادت أن تطعنه في الصدر. أمسك بمعصمها مقاوما، وفي لحظة تحول السكين اللماع إلى صدرها. خرج من السيارة، فتح بابها، كانت تحملق فيه، وقعت أرضا. نزع السكين، كانت تهتز فيما يشبه الرقص، ثم بعد لحظات سكنت. ماتت فلفلة. ظل ينظر إليها مشدوها ما يقرب من ربع الساعة. كان خائفا، قاوم الألم الذي كان يعتصره وجر جثتها إلى الشاطئ. تركها ممددة على الرمل، أخذ حقيبتها اليدوية، ساق سيارته إلى إحدى المصحات حيث تم تضميد جرحه. بعد ذلك عاد إلى منزل أصهاره، تسلل إلى إحدى الغرف وغير ملابسه، ارتدى جلبابا، ثم جاء ليجلس إلى جانب عروسه. في الصباح اكتشف المصطافون على الشاطئ جثة امرأة. حضر العميد محمد المنصور ومعه عدد من مساعديه. حضر الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة. لم يتم العثور على أي وثيقة تثبت هوية المرأة، تم العثور على السكين الذي قتلت به. لاحقا أفادت نتائج التحليل بأنه كان يحمل آثار فصيلتين دمويتين مختلفتين. في تلك الفترة كانت الإدارة العامة للأمن الوطني بصدد تعميم بطاقة التعريف الوطنية. نحن الآن في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، ولم يكن المتوفر من جذاذات لدى مصالح الأمن يحمل إلا بصمات ذوي السوابق، ولذلك لم يعثر على أثر لبصمات المرأة لما عرضت على قاعدة البيانات. أمر العميد المنصور بالنبش في أرشيف مفوضية الشرطة على مستوى وجدة، وقد كانت فكرة جيدة إذ أتاح ذلك اكتشاف الملف الذي كان قد أعد لترحيل الراقصة فلفلة إلى الجزائر، كانت به بصماتها، وبذلك تم التعرف على هوية المرأة. في الملف أيضا نسخة من عقد زواج فلة وعامر بالمدعو فؤاد الجميل،
وبما أنه لم يكن يحمل بطاقة تعريف وطنية، فقد تم توجيه مذكرة بحث حوله لإحضاره أمام مصلحة الشرطة القضائية لمدينة وجدة. البحث الذي أجري في الحي الذي كانت تسكنه الضحية أفاد بأن فؤاد الجميل طلقها منذ ما يقرب من الشهر، وإنها تأثرت كثيرا لما علمت أنه تزوج أخرى، كادت تجن. حرر العميد محضر تحقيق وفاة وجهه إلى ممثل النيابة العامة للتأشير عليه وإرساله إلى ضابط الحالة المدنية لتدوين وفاة السيدة فلة أعامر. لم تمكن التحريات بعد من الوصول إلى فؤاد الجميل، وبعد 3 أشهر تقريبا فوجئ ضابط الحالة المدنية برجل جاء يريد التصريح بوفاة زوجته فلة أعامر. لم يكن الرجل سوى فؤاد الجميل. أبلغ العميد المنصور، وبعد ربع ساعة كان في مكتب الحالة المدنية. دونما تردد تم توقيف فؤاد، وأثناء الاستماع إليه قال إنه بحاجة إلى نسخة من رسم الوفاة ليدلي بها لدى شركة تأمين. أخبر بأن فلفلة كانت قد أبرمت عقد تأمين على الحياة وأنه المستفيد. لم يقاطعه العميد لما مضى في تفاصيل جانبية، ثم فاجأه بالسؤال: وأين هي جثة زوجتك يا فؤاد؟ دون تفكير رد بأنه ألقى بها على الشاطئ في السعيدية. كان العميد ينظر إليه ثم ابتسم ابتسامة عريضة. وقتها فقط فطن فؤاد الجميل إلى أنه وقع في الفخ، ولم يعد أمامه إلا أن يعترف، وقد اعترف بكل التفاصيل. ملفات بوليسية.